هل سنرى قوات عربية في غزة؟ هذا الأمر غير مطروح. يعني أنت تتحدث اليوم عن أنه ما حصل في بكين من أجل يعني عودة هذه الوحدة إلى الصف الفلسطيني، هل سوف تقدم حماس تضحية وتترك السلطة للسلطة الفلسطينية؟ نحن قدمنا تضحيات عديدة منذ عام 2014، استقال الأخ الشهيد إسماعيل هنية من رئاسة الوزراء، والرئيس أبو مازن كلف رامي حمد الله كرئيس حكومة وتوافق وطني، فتخلى الأخ هنية عن رئاسة الحكومة، ومنذ ذلك التاريخ ولا يوجد رئيس حكومة في غزة. كذلك نحن في اتفاق بكين رضينا أن تكون الحكومة الفلسطينية ليست من الفصائل، لن تشارك فيها حركة حماس، لكن قلنا من حق حماس والفصائل الفلسطينية أن يتشاوروا ويتفقوا على رئيس الحكومة وعلى أعضاء الحكومة وأن لا يكونوا جميعا من الفصائل، يعني خلي الحكومة حكومة خدمات تكنوقراط وليست حكومة سياسية. وكذلك طلبنا في بكين بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء مؤسساتها، وخصوصا تشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد من الداخل والخارج. هذا المجلس الوطني هو البرلمان الفلسطيني، هو برلمان دولة فلسطين يشارك فيه الجميع، نجري انتخابات حيث أمكن ونتوافق حيث لا يمكن، لكن هذا الاتفاق اتفاق بكين هو رهن بتطبيقه من الرئيس محمود عباس، لأن تشكيل مجلس وطني بحاجة إلى مرسوم من الرئيس عباس، وتشكيل حكومة بحاجة إلى مرسوم من الرئيس عباس، وإجراء انتخابات جديدة في فلسطين أو خارجها بحاجة إلى مرسوم من الرئيس عباس. الرئيس عباس حتى الآن لم يدعو إلى التشاور، وهو أعلن في أنقرة قبل أيام أنه سيعود إلى غزة، لكن لم يجري مشاورات مع فصائل المقاومة الفلسطينية لا في غزة ولا في الخارج. كيف سيذهب إلى غزة دون التنسيق والتشاور مع الفصائل الفلسطينية؟ ينبغي أن يجري مشاورات أولا، يشكل حكومة، ثم يذهب الجميع معا من القاهرة إلى رفح ويدخل إلى غزة رغما عن الاحتلال.